أصواتكم حينما صوتتم على التجمع الوطني وصوتتم علينا، كان قراركم علينا أن نشتغل نحن الاثنين، لهذا تجاوزنا كل الصراعات من أجل هذا البلد ومن أجل هذا الوطن. أن ندخل الوطن إلى صراعات بينني وبين الأمين العام أو رئيس التجمع الوطني الأعراض من أجل ماذا؟ ماذا سيستفيد المواطن؟ وحينما قررنا أن نتحمل مسؤولية داخل الحكومة وجلسنا على الطاولة، قررنا أن نتجاوز جميع الخلافات بتصرف أخلاقي عالي. ونؤكد لكم الإخوة في الأصل والعصر، إن عزيز خنوش رئيس حزب التجمع والوطن الأحرار يتعامل معنا الآن باحترام وتقديرين كاملين، وأنه لا يمكن من هذا الموقع إلا أن باسمكم أشكره على الاحترام والتقدير الذي يعطي لحزب الأصالة والمعاصرة. هو جزء من مخطط هيئه حزب الأصالة والمعاصرة على مستوى القيادة السياسية لعقد المؤتمرات الجهوية على المستوى الوطني، بعدما عقدنا أكثر من 80 مؤتمر إقليمي ومحلي، ونسعى إلى إنجاح هذه المؤتمرات. اليوم كاين المؤتمر في أكادير في الجهة أكادير، ثم كاين المؤتمر الأسبوع المقبل في هذه الجهات الأخرى، وسنستمر في هذا التنظيم إلى إعادة هيئة أكلة العمل الحزبي في أفق عقد المؤتمر الوطني سنة 2024. شكرا لكم على الحضور ديالكم، وأتمنى لكم التوفيق، وتأكدوا بأن هناك احترام خاص للصحافة الجدية، أما الصحافة الأخرى فآخر، سأترك الحكم لنفسي احتراما لكم. فهذا المؤتمر كان ينعقد في واحد الظرفية سياسية واقتصادية ومالية اللي هي خاصة، وهذا كيحتم علينا جميعا في الحزب وفي الجماعات الترابية والهيئات ديال المجتمع المدني أن نتفاعل بشكل جدي مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة نصره الله. وكنغتنم هذه المناسبة وهذه الفرصة باش نجدد التهنئة لفريقي الحزب في مجلسي النواب والمستشارين اللي حققوا واحد الحصيلة نضالية تشريعية ورقابية اللي هي جد مشرفة خلال هذه السنة الأولى من الولاية التشريعية. وأهنئ الحزب على الحصيلة المشرفة للقيادات البامية الزميلات والزملاء ديالنا اللي أبانوا عن كفاءتهم في تدبير في البرلمان والتدبير الحكومي على رأس مختلف القطاعات الوزارية. فالأخوات والإخوة مناضلات ومناضلي الأصالة والمعاصرة، الحكومة اللي كيشارك فيها الحزب لأول مرة عملت وكتعمل بكل تفاني لمواجهة هذه الأزمة اللي كنعيشوها، وطبعا كتواصل هذه الأزمة اللي هي فرصة باش نحطوا البلاد على مسار التنمية، مسار واحد التنمية اللي كتكون مستدامة. وكنواصلوا بعزم وانسجام تنزيل البرنامج بمختلف الأهداف ديالو ومحاور ديالو اللي هي طبعا اقتصادية واجتماعية وسياسية وتنموية، وفاء للروح ديال النموذج التنموي الجديد والتوجيهات النيرة لصاحب الجلالة نصره الله. طبعا هذا اليوم يوم جميل في جهة سوس ماسة، وهذا عرس نضالي اللي هو كيف ما شفتوا مهم اكثر من 2000 واحد جاي باش يجمعوا مع حزب الأصالة والمعاصرة. وحنا طبعا تكلمنا على المشاريع اللي كتكون في هذه الجهه اللي زاخره بالطاقات وزاخره بالمعطيات اللي هي بشريه وطبيعيه، والحمد لله احنا فرحانين جمعنا اليوم مع الناس اللي في أكادير. وان شاء الله احنا كيف ما قلت هذه اول فرصه باش نتكلموا على المشاريع اللي جايين قدام، وكيف ما قلت في التصريح ديالي انه غادي يكون جلسات جهويه ديال استراتيجيه وطنيه للتنميه المستدامه، وان شاء الله نعاودوا نتلاقاو في جهه سوس ماسة. شكرا. اود ان اجدد التاكيد على اننا كمنتخبين ومنتخبات في جهه سوس ماسة وكمناضلات ومناضلين، نحن معبؤون وراء قيادة الحزب للإسهام في إنجاح أدواره الكاملة داخل مختلف المواقع، حكومة
وبرلمان ومجالس منتخبة ومؤسسات دستورية، ومنخرطون بكل جدية ومسؤولية في تنزيل برنامجنا الانتخابي ومختلف التعاقدات التي قمنا بها مع المواطنات والمواطنين. رغم حجم التحديات الخارجية الصعبة التي تواجهها بلادنا، لذلك مطلوب منا تركيز الجهود على الأولويات المنسجمة مع التوجيهات الملكية السامية في مواجهة الكراهات الجديدة. عرض تشتيت الجهود في جل القضايا دون خطر مباشر على الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين. غسادي إلى مجموع مقر الحزب المؤتمر الجهوي اللي حضر أكثر من 2000 مناضل ومناضلة، يحضر السيد الأمين العام، البرلمانيين الجهة ورئيس الفريق، وزيرة الطاقة والطاقة، ديال العدد المناضلين أجمع يزري في مستوى عالي اللي صوت في الأمين الجهوي، وكذلك الرئيس لجنة الأخلاقيات، وكذلك رئيس المجلس الجهوي بالأغلبية، وكذلك السيد الأمين العام والسيد الأمين الجهوي، وكذلك كل اللي دخلني الكلمات سواء في الحزب من يلك بالحزب بصفته بأنه يقوي السيد الأحزاب على الصعيد المغرب، وكذلك لأول مرة يحصل في نتيجة مهمة على صعيد الجهة، 7 البرلمانيين سي المستشارين على قبة البرلمان وقبة المستشارين، وكذلك درجة تسنت الحكومة، كذلك يسول في المستقبل الحزب، يسول في عدد الأمور، وكذلك الحالة اللي يعيش البلاد من ناحية الجفاف، من ناحية الأسعار، من ناحية عدد الأمور. ونتمنى ان الحزب ان شاء الله درسي المستقبل كان مهم. الحزب غادي يخدم على صعيد يكمل تنظيمات يضنين الشباب دوينت مغارت، وباش ان شاء الله نتوجد باش نشتغل باش ان شاء الله الحزب يتمنى باش 2026 باش هي الدرجه الاولى ان شاء الله باش ان شاء الله يسير الحكومه مستقبلا. وشكرا. بامي تم اليوم عقد المؤتمر الجهوي الحزب الأصالة والمعاصرة على مستوى جهة سوس، حيث كان هناك حضور غفير للمؤتمرين والمؤتمرات ديال الحزب الأصالة والمعاصرة على مستوى 7 أقاليم اللي كينتميوا لجهة سوس. كان هناك ما يزيد على 2000 مؤتمر ومؤتمرة، حيث تم انتخاب بكل ديمقراطية وشفافية الدكتور حميد وهبي الذي جدد فيه المؤتمرون والمؤتمرات ثقة على رأس الأمانة الجهوية لحزب الأصالة والمعاصرة لجهة سوس ماسة درعا. وتم كذلك انتخاب رئيس المجلس الجهوي الدكتور الأستاذ كمال الصابري على رأس المجلس الجهوي لجهة سوس ماسة، وكذلك تم انتخاب رئيس لجنة القيم والأخلاقيات بذات الجهة. وكما لاحظ الجميع أنه تم هناك انتخابات بكل شفافية، وكان هناك عقد المؤتمر اللي ترأسه بطبيعة الحال الأمين العام للحزب الدكتور الأستاذ عبد اللطيف وهبي بمعية وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة السيدة ليلى بن علي، وحضور كذلك بعض أعضاء المكتب السياسي للحزب وجل برلمانيين الحزب جهة سوس ماسة وبعض البرلمانيين المنتمين للحزب الأصالة والمعاصرة على المستوى الوطني. وكان كذلك تم كذلك في الختام تم قراءة برقية الولاء من طرف الأمين الجهوي المنتخب، وتم اختتام المؤتمر في جو عائلي، جو ديمقراطي، جو بامي 100%. وكنشكر كذلك الصحافة الوطنية والصحافة الجهوية اللي واكبتنا طيلة هذا المؤتمر، وكنشكر ما نساوش كذلك نشكر رئيس اللجنة واللجنة التحضيرية اللي سهرات على تنظيم هذا المؤتمر الجهوي اللي داز في جو جميل جدا. وكذلك كنشكروا جميع السكان ديال مدينة أكادير، وكنشكروا صاحب هذا الفضاء والسلطة المحلية، وشكرا.
ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش يوصلك جديد فيديوهات سوس 24.